أكثر من نصف مليون طالب وطالبة دشنوا الفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التعليمية في بيئة تربوية آمنة تم التجهيز لها بشكل كبير ووسط استعدادات تامة. واستقبلت المرافق التعليمية بوزارة التربية 253782 طالبا وطالبة يمثلون المجموعة ألف بالمدارس الحكومية والخاصة العربية، على أن يعقبهم بالتناوب طلبة المجموعة باء غدا الاثنين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا. وقد قام وزير التربية الدكتور علي المضاف بجولة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على جهوزيتها ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية فيها. جولة يعني في بعض المناطق التعليمية وبعض المدارس لأبنائنا وبنات الطلبة، والحمد لله كان استعدادات كبيرة من داخل المدارس. وأحب أتوجه بالشكر حق المدراء ومديرات المدارس، مدراء المساعدين والطاقم التعليمي والإداري، جهد شفته بنفسي في أوضاع قد تكون يعني ما هي كاملة، لكن بالحقيقة سعدت فيما رأيته، وسعدت أكثر بسعادة أبنائنا وبناتنا بعودتهم للدراسة. كانت الفرحة عليهم واضحة. جزء أساسي من عمل الوزارة هو التعليم أو التأكد من وجود تعليم جيد. يمكن نظام المجموعات كان نظام اضطرينا لعمله في ظروف صحية، وإن شاء الله إحنا سنعيد النظر فيه بإذن الله ونتخذ القرار المناسب قريبا إن شاء الله في هذا. لكن إحنا مع عودة أبنائنا وبناتنا للنظام التعليمي العادي والآمن يكون في نفس الوقت إن شاء الله، وهذا راح يتم إن شاء الله بالتشاور مع كل الجهات المعنية إن شاء الله بإذن الله.